Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kawni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور،
فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم
نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفرقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام أنشوني خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام
من بركاتي وسعادتي هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك صلوات الله عليك.
Dinanah jasa bini marhaban.
في الهما في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير مجد قد نما في جنة ما شاء غنيم وصفها إلا لكون الحب فيها خياما ما زام زم الهادي بذكر نزيلها
إلا وأنعشني إذا ما زمزما فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما رفقا بقلب في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل ساداتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيني موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرما قسما برب البيت ما ذكر النجا والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كاسل وصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار هوت نعم الإله جميعها مذحل فيها خير عبد قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشغفاء رضي الله عنهما قالت قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب
حتى نظرت إلى بعض جسور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وبشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يرضي بعظيم شرفه عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم،
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحث الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.